اتقوا الرب يا قدسي لأنه ليس عوز لمتقي. يعني إيه؟ يعني اللي بيتقوا ربنا مش بيحتاجوا حاجة خالص؟ لا. طب لو شعروا بالاحتياج فده معناه ضعف وعدم اتكال على ربنا. طب ما يمكن مش محتاجين عشان معاهم فلوس كتير. ده بالعكس، كل ما الفلوس تزيد كل ما يزيد احتياجك ليها أكتر، وكل ما يكون عندك شراهة ليها أكتر، زيها زي أي حاجة تاني في العالم، سواء كانت شهرة أو سلطة. مفيش حاجة في الدنيا تخليك شبعان، لكن الاتكال على ربنا هيخليك تفقد الإحساس بالاحتياج، زي اللي حصل مع المرأة الشنامية لما سألها إليشع ماذا يصنع لك؟ قالت له إيه؟ إنما أنا ساكنة في وسط شعبي. مع إن ما كانش عندها ولد، لكن كانت عارفة إن دي مشيئة ربنا وهي فرحانة بيها، ولأنها متكلة على ربنا مش شعرة بأي احتياج. زي أساف اللي قال من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض، الأجبال احتاجت وجاعت، وأما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. الشعور بعدم الاحتياج هو نعمة من عند ربنا، اتمتع بيها واشكر ربنا على كل اللي عندك. زي ما قال بولس، فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، في كل شيء وفي جميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. لكن الاتكال على الرب مش بس هيخليك تفقد الإحساس بالاحتياج، لكن كمان هيخليك تخسر القدرة على الانزعاج في المشكلة، يعني مش هتخاف. وده اللي حصل مع إليشع لما جه ضده جيش ملك أرام، خيلا ومركبات وجيشا ثقيلا، وجاءوا ليلا وأحاطوا بالمدينة. لكن إليشع كان شايف إيه؟ الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول إليشع. قولوا للصديق خيره. والحاجة الثالثة اللي هتخسرها لما تتكل على ربنا هي القدرة على عدم الإثمار، يعني لازم تثمر. أخذوا يوحنا الرسول ونفوه في جزيرة بطمس، حصل إيه؟ ربنا اداله سفر الرؤيا، زي ما قال إرميا، مبارك الرجل الذي يتكل على الرب وكان الرب متكله، فإنه يكون كشجرة مغروسة على مياه وعلى نهر تمد أصولها ولا تكف عن الإثمار. والحاجة الرابعة اللي هيخسرها المتوكل على الرب إنه مش هيقدر يعد مراحم ربنا من كترها. كثيرا ما جعلت أنت أيها الرب إلهي عجائبك وأفكارك من جهتنا لا تقوم لديك، لأخبرنا وأتكلمنا بها زادت عن أن تعد. همان رجع بيته يعدد عظمته وكرامته وهو كان هيتصلب بعد يوم واحد، لكن المتوكل على ربنا يقول أنا بطلت عد أعمال ربنا لأني مش عارف عدها، مش قادر أعبر عنها، مش قادر أصور مراحمه معايا. دي حياة مليانة بالشكر والسلام والعز والراحة، ما أروعها خسائر، ما أعجبها حياة. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه.